الثقافية قبل بعد تنحيلها بعد إعداد مذكرة التقديم وتقرير الحضور. هذا الشيء ما تمش. ورغم ذلك حنا ما تتناقضوش مع خطابات ديالنا والمواقف ديالنا. وبالإجماع داخل القاعة قلنا للرجال عندهم أهميته وباقي كنقولوا للرجال عندهم أهميته. في الأرجوبة الثقافية اللي تكيلا في السنة كامل عندنا ملاحظة في المهرجان منذ انطلاقته الدورة الأولى والثانية في أكتوبر 2018 ومن حقنا بوقفة تأمل بالتقييم باش نعاودوا نعطيو الدفع الجديد والخطوة الجديدة ديالنا جميعا. ولكن مع الأسف حنا استحضرنا الاستعجال هذا المهرجان لأنه هذه المرة تبدأ في ظروف استثنائية وفي زمن استثنائي ورغم ذلك تفاعلنا معاه.